نعم يعتبر مجسر الزهور هو المجسر السابع الذي تفتتحه بلدية الموصل خلال هذا العام. هذا المجسر سيحل العقدة المرورية في هذه المنطقة ضمن مشروع فك الاختناقات. في نفس الوقت السيد رئيس الوزراء من خلال لجنة الإعمار ومتابعة السيد محافظ نينوى شخصيا تم إدراج والمصادقة على 4 مجسرات عملاقة لمدينة الموصل بكلفة تقدر بحدود 260 مليار لهذه 4 مجسرات والمصارف وتقاطع عدن والزراعة والرابع ضمن مشروع فك الاختناقات. في نفس الوقت تم إدراج الطريق الحولي لمدينة الموصل بطول حدود 29 كيلومتر يربط مقتربات السادس بشارع بغداد، يحتوي على 5 مجسرات. مشاريع عملاقة هذه السنة ستنطلق، طبعا جهد يشكر عليه السيد رئيس الوزراء بمتابعته لمدينة الموصل والسيد محافظ نينوى، ولا ننسى دور مهم جدا للسيد مستشار رئيس الوزراء رئيس الفريق الإعمار وهو المهندس محمد صاحب الدراجي، حضوره مرتين، ومن خلال حضوره استطعنا أن نحصل على هذه القرارات وإدراجات هذه المشاريع التي ستساهم في نقلة نوعية لمدينة الموصل. عبد الستار، ذكرت مجسر المصارف. نعم. هذا المجسر عندما سيكون إن شاء الله راح يولد لنا ازدحام شديد. نرجع على جسر الصديق والفلاح، متى سيرى النور إن شاء الله؟ ومع جسر مجسر المصارف سيكون هناك عمل لشارع الستيني اللي يربط شارع حي القاهرة بمنطقة الصديق باعتبارها واحدة مقتربات مجسر المصارف. هنالك حلول قانونية وقضائية سنذهب مثل ما ذكرتنا خلال فترة باتجاه التعويض. من يمتلك مستندات رسمية سيتم تعويضه إن شاء الله حسب الاتفاق مع السيد وزير البلديات بإدراج تخصيصات تنفيذ هذا الشارع ضمن تقاطع المصارف، والمتجاوز سيزال صاحب المستمسكات الرسمية سيعوض. عودة إلى الجانب الأيمن، أتكم سوق الأربعاء وبعض المحلات، أما آن الأوان أن ترجع عيادات بعض الأطباء والمختبرات؟ طبعا هي دعوة لكل الأطباء والمختبرات، لا سيما أنه مركز مدينة الموصل في باب الطوب أصبح يعني داون تاون حقيقي بمواصفات وجيد ومنفتح. يعني دعوة لإخواننا الأطباء وأصحاب المختبرات أن يتوجهوا للإيجار في عمارة الشواف، وكذلك محلات بحدود 260 محل في سوق الأربعاء، محلات تحتوي على ممكن أن تكون للصاغة وبيع الأنتيكات والمجوهرات والصرافة وأي شيء، يعني لا سيما أنه بلدية الموصل الآن قيد الإنشاء ستكتمل بعد فترة. إذا أنا أدعو كل من لديه مهنة ولديه مهنة في سواء التسوق أو التجارة التوجه إلى مركز مدينة الموصل. أستاذ عبد الستار حبو مدير بيت المدينة، أشكرك وإن شاء الله المشاريع المقبلة أيضا نسلط الأضواء عليها. أشكرك أبو براء، أبو براء الصوت الموصلي، شكرا. هذا الصوت اللي دائما في أذان كل مسؤول ومواطن، هذا الصوت الذي يدافع ويطالب بحقوق المدينة، الذي يتابعنا للأمانة. أذكرها أنه أنت حضرتك تتابعنا من خلال واتساب إرسال معاناة المواطنين، من لم تستطع ذكرها في الوقت يسعفك في البرنامج ترسلها على الواتساب واحنا بدورنا نتابع. بارك الله فيك.